هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور علي عادل حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد، وان شاء الله اليوم نتكلم موضوع جديد يكون ذو فائده عند المرضى. اكيد ان شاء الله دكتور. دكتور علي عادل، حضرتك اختصاصي في جراحه العظام بالنسبه لفئه الاطفال، ودكتور يمكن تكلمنا في سلسله من الحلقات السابقه عن الكثير من المشكلات اللي تكون خاصه بهذه الفئه، وما شاء الله عليك دكتور اعطيتنا الكثير من النقاط الهامه التوعويه اللي وصلناها لاولياء الامور للملاحظات المهمه اللي ممكن هم يكونون الطريق الاول لحضرتكم اللي انتم الفريق الطبي انه يوصل لكم الاطفال من خلال هذه الملاحظات اللي بدوركم بعدين تسوون كل الاجراءات الصحيه لمعالجه اي خلل موجود. دكتور اليوم لما نتكلم عن مشكله جديده ما تكلمنا عنها في السابق وهو تقوس الساقين بالنسبه لفئه الاطفال، دكتور كلمني عن هالمشكله الصحيه. تقوس الساقين يبدا من الطفل اول ما ينولد. يعني نسبه كبيره من الاطفال وهو صغير في تقوس، بس كون انه صغير حجمه صغير بالمهاد باللبس ما يبين معه. صحيح. فمتى دائما تصير المتابعه؟ متى ما بدا يوقف، بدا يبتدي ولي الامر يلاحظ انه والله كنا الساق مايل، وعاده يصير مثلا الاغارب، احنا بالكويت مجتمع صغير. صحيح. تمام. فاليد خاصه اليد تقول والله ترى ولدكم في مشكله. صحيح. فلمن يجي العياده دكتور قبل هذا كله، بس التقوس يصير الى الخارج صحيح دكتور؟ نعم، هو التقوس يكون معنى التقوس اللي احنا نتكلم عنه اللي يصير هو مرض البونج، التيبيا بونج، اللي يصير ان الساق يطلع لبرا والاقدام دش لداخل، فلما يوقف الطفل قدامك تحس ان الركب بعاد عن بعض. نعم دكتور، هذه شنو اعراضها مثلا؟ ممكن شنو نلاحظ مثلا الطفل اذا ما لاحظنا هذا التقوس مثلا شنو ممكن يصير معاه مثلا مع الوقت لما يكون يمشي الدكتور؟ ايه طبعا الطفل متى ما بدا يمشي يبتدي يتضح التقوس بطريقه افضل. دائما يصاحب التقوس، او عاده عفوا يصاحب التقوس هو التفاف بالقدم الى الداخل. نعم. فاذا انت ما لاحظت ان التقوس بشكل كبير، لكن ممكن تشوف الاقدام دائما الى الداخل، ممكن يصاحبها سقوط متكرر بالطفل وقت المشي. دكتور اذا تم اهماله هذا الشيء ومثلا ما تم علاجه، شنو ممكن الاعراض الجانبيه اللي ممكن تصير؟ طبعا التقوس فيه له مسببات، فاذا احنا المسببات هذه في بعض انواع التقوس تكون هو نسميه فيسيولوجيكال، هو جزء من وضعيه الطفل اثناء الرحم. بعدين كل ما يكبر الطفل عاده عمر سنة ونص إلى سنتين يتعدل، يرجع استقامته. هذا النوع ما يحتاج أصلاً علاج، لكن في أنواع اللي تكون مثلاً مصاحبة نقص فيتامين دال، أو الأنواع في مرض يسمى مرض بلانت اللي هو يأثر على مركز النمو في عظمة الساق، هذا تم إهماله طب طبيعة الحال التقوس راح يزيد، وبالتالي يبتدي أعراض ثانية عند الطفل، ممكن يحصل آلام في الركبة، كذلك يحتاج الطفل كطريقة علاج يحتاج إلى جراحات كبيرة ممكن. ممتاز دكتور. بالنسبة حق هذه الأعراض اللي احنا نتكلم عنها اللي هو التقوس وتداخل القدمين إلى الداخل، دكتور احنا نشوف دائما ان في رياضيين مثلا كبار مثلا وصلوا عمر مثلا متقدم ونشوفهم هم رياضيين، لكن دكتور هذا التقوس يكون واضح وخصوصا عند بعض لاعبين كرة القدم. نشوف عندهم هذا التقوس واضح وهم أساسا لاعبين ورياضيين محترفين، دكتور ما نشوف ان عندهم بعض المشكلات الموجوده؟ بالعكس تلقى مهاريين، ويمكن احد الامثله هو مارادونا. نعم. انه عنده تقوس واضح في القدمين. نعم. لكن دكتور لاحظنا بعدين انه صار عنده مشكله في المشي، مع انه هو بعد ما صار مثلا في مثلا عمر متقدم. فدكتور كلمني عن النقطه هذه. نعم طبعا احنا بنتكلم من الطفل العياده بعد ما ناخذ تقرير المريض نسوي الاشعه. الاشعه طوليه تاخذ من تقريبا من مفصل الحوض الى مفصل الكعب، وناخذ بعض الزوايا، واذا كانت الزوايا هذه فيها استقامه متوازيه، مفصل الركبه متوازي مع مفصل الكاحل مع مفصل الحوض، الان الاعراض راح تكون حيل قليله وراح تاخذ لها وقت كبير. يعني مثل ما تفضلت مارادونا بصغره كان ما في شيء، لين كبر صار 50 60 بدات تصير اعراض خشونه خاصه على مفصل الركبه ومفصل الحوض، لانه صار عليهم حمل زايد. صحيح. هو الحمل اللي حاصل. تمام. هذا في حال الحالات البسيطه، لكن في حالات تكون تقوس درجته كبيره اصلا وفي ميول في 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 المفاصل، وميول المفاصل يسبب الام جديدة بوقت مبكر وسبب خشونة في وقت مبكر. ممتاز. دكتور علي عادل عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديثي شيق مع الدكتور علي عادل. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور علي عادل. كنا قاعدين نتكلم عن تقوس الساقين وشنو هذه المشكله الصحيه الموجوده عند فئه الاطفال، وبينت لي الكثير من النقاط الهامه حول هذه الفئه. لكن دكتور
إذا لاحظنا مثلاً في البيت، في المنزل، الوالد، الوالدة، الجدة نفس ما حضرتك بيّنت أنها عندها خبرة كبيرة وعندها ملاحظات تكونها قاعدة في البيت، شافت أن مثلاً هذا الطفل عنده هذا التقوس والتداخل في القدمين إلى الداخل، وبين جابوا مثلاً أولياء الأمور مثلاً عندكم العيادة. دكتور أبي بشكل دقيق شلون تسوون مثلاً التشخيص إذا كان يستدعي طرق علاجية أو إذا كان حالة عرضية عادية ممكن تقولون أنه ممكن تغير بعد فترة؟ نعم. فأول شيء التاريخ المرضي. فإذا مثلاً كان طفل وصل العيادة وقال إيه والله في بالأسرة ترى عنده عمه، عنده الأبو كان فيه، عنده فيه الأخو الكبير مثلاً صحيح. كان عنده تغوص، وهنا نبتدي نبحث عن أسباب مرضية فسيولوجية للتغوص. كذلك إذا كان الطفل أو ولي الأمر قال إنه ترى الولد عنده مشكلة في الجهاز الهضمي، ما يقدر يشرب حليب، ويمكن نفكر بنقص فيتامين دال صحيح. ونقص فيتامين دال بيترتب عليه موضوع التغوص وليونة العظام صحيح. زين، فبناء على الأمور هذه. لكن إذا الطفل كان طبيعي ما عنده تاريخ مرضي في الأسرة أو شيء، وعمره صغير مثلا عمره سنة إلى سنة وسنة وست شهور تقريبا، يقول الأهل المتابعة تمام. لكن إذا بدينا نلاحظ إنه والله لا نسبة التغوص عالية أو مو متوافقة مع العمر اللي حاضر فيه الطفل أو في عنده عوامل خطورة، هني نبتدي بعد الفحص السريري نسوي الأشعة، ونعتمد اعتماد كبير على الأشعة، وبالإضافة للأشعة نسوي فحص هو فيتامين دال، نتأكد من نسبة فيتامين دال. طبعًا بالأشعة نقيس زوايا معينة، نأخذ تناسق زوايا العظم، زوايا المفاصل مع بعض، طول العظم مع بعض تمام، وبناء على العد نشوف إذا في تشوهات في عظمية، في بعض مرض بلانت مثلًا يسبب تشوه في مركز النمو لعظمة الساق، وإذا كان هذا موجود بناء عليه فالآن اكتشفنا السبب، وبناء على السبب نحدد العلاج. ممتاز. دكتور عادة شنو الطرق العلاجية اللي تكون متوفرة عندنا هنا في الكويت واللي أنت حضرتكم تقومون فيها إذا كان عندنا هذا التقوس موجود؟ من أحد الحلول للعلاج الانتظار. إذا كان الطفل عمره أقل من سنتين قول حق الأهل خلاص اليوم إحنا شفنا خذينا الأشعة قسنا قياسات، بعد 4-5 شهور يرجع مرة ثانية ونقارن هل قاعد يتحسن، هذا في حال إنه ما كان فيه سبب مرضي. يعني من الأمور الثانية إذا كان الطفل مثلًا وزنه زايد ننصح إنه شوي يصير فيه كنترول على الوزن. حلو. إذا كان الطفل عنده نقص في فيتامين دال نبتدي ندعم فيتامين دال. عادة الطفل يعني قبل عمر السنتين ما يكون فيه تدخل فعلي غير النصائح، بعد عمر السنتين يبتدي أول خطوات. طبعًا إحنا نتكلم إنه ما في سبب مرضي، يعني ما في مثلا مشكله بالكلى نعم. ونسج عنها نقص فيتامين دال تمام، لان الامراض هذه اللي نقص فيتامين دال والكلى اغلب علاجها عن طريق الادويه نعم. قليل ما تحتاج جراحات، لكن العكس اذا كان مثلا مرض بلانت هو السبب الثاني واللي عاده يحتاج جراحات، اذا صار عمر الطفل تقريبا بين السنتين سنتين ونص نبتدي ننصح يلبس جهاز من القدم الى فوق الركبه يساعد او يخفف من حده تزايد التغوص هذا، ويصير نتابع الطفل لغايه عمر 3 سنوات ونص 4 سنوات ونص، طبعا مع متابعه دوريه كل 4 إلى 6 شهور، بعدين نقرر اذا كان يحتاج تدخل جراحي. التدخلات الجراحيه مختلفه على حسب عمر الطفل، على حسب حده التغوص اللي موجود، ممكن جراحه كبيره عن طريق قص العظم وتعديل التغوص هذا، ممكن يكون جراحات بسيطه تقريبا 2 الى 3 سم وتثبيت مركز نمو. اذا الطفل اذا صار كبير عمر الطفل فوق 5 سنوات 6 سنوات، والتغوص بالمناسبه ممكن يحصل، يعني الطفل ممكن يكون زين سليم بعد عمر 10 سنوات يبتدي فيه تغوص، يبدأ وياه ممكن يصير فيه الحالات هذه غالبا تحتاج جراحه. زين، ممكن هنا يستخدم مع تطور الطب نستخدم جهاز خارجي، جهاز تثبيت وتصليح خارجي. ممتاز. دكتور علي عادل باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. الله يقويك دكتور محمد وما قصرت. الله يسلمك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.